ليد اوبسليت، لان احنا بقى عندنا ريبليسنج ليها، عندنا تكنولوجي جديده ات ويل بي ببلشد اخر السنه ان شاء الله. اخر السنه ان شاء الله هيبقى عندنا طب خليها اخر السنه ترجع. خليها اخر السنه. خليها اخر السنه بس عندنا تكنولوجي جديده ان شاء الله انتجريتد مع كارتبل. لحد دلوقتي هو واقف، لحد دلوقتي احنا خلاص يعني القرار ان هم موقفين الان مارك لحد دلوقتي، يمكن اخر سنه يبقى في كلام جديد. الان مارك طبعا حضرتك عارفين قسطره اللاسو، القسطره اللي احنا بنفاليديت بيها البلمونري فين ايزوليشن بقت قسطره ابليشن، يعني بقدر اكوي ب 10 الكترودز على البي في اي بدل قسطره النافي ستار او السمارت تاتش، لا بقت هي قسطره واحده بحطها على البلمونري فين وبكوي، وليها جنريتور معين، هو بالظبط كانه 10 جنريتور في واحد، ان انا كل الكترود ليه جنريتور، يعني ممكن ما اكويش بالعشرة، ممكن اكوي بالاثنين بثلاثه، وكل الكترود فيهم يبقى ليه امبيدنس معينه وليه باور معينه وليه تمبريتشر معينه. الان مارك نزل عليها تجارب او هي ببلشد بره في اوروبا قعدت فتره، ولكن جه ريكول عليها 2 ريكولز، فاحنا كبايوسنس دايما بنرفع الفلاج على طول من غير ما حد بيقول لنا، وبنراجع نفسنا تاني بنشوف ايه الريسيرش اللي موجود عليها، لان رقم واحد هو السيفتي بتاع البيشنت بالنسبه لنا. ازاي؟ انا ما اعرفش هي قسطره لاستو بالظبط، وبعمل بيها ماب، بعمل بيها كل حاجه، هي قسطره واحده بعمل بيها كل حاجه. هما انهي جن، ما احنا برضو بنقول احنا دي كان في منها 3 جنريشنز، اخر واحده كانت المانيبيليشن بتاعها وصلت ان هي قريبه من اللاستو، طبعا مش هتبقى زيها يا دكتور جمال ده اكيد. وفي نفس الوقت انا قسطره اللاستو العاديه هي قسطره دايجنوستيك، يعني حضرتك بتحركها ما فيهاش غير وايرز، لكن دي فيها ابليشن وايرز، فيها اريجيشن. ابتدى لا لسه انتظر لو في اي سؤال لحضرتك. طيب الدكاترة الزمالة حضروا حالات كتير مع دكتورة ميرفي، اتفضل. حقيقي بس هو مش عندنا هنا، لكن يمكن في الجولف بالذات كل الحالات دلوقتي كلها الاي في ار تي، الاي في ار تي، الاكسسوار بس واي، كل حاجه بتتعمل بس في اوروبا كمان فعلاً. كله بيستخدم 3 دي مابينج. ده اكيد محتاج الكونفنشنال كيس. Good morning. We'll present the case of the patient. This is a 66-year-old patient, hypertensive, suffering from paroxysmal atrial fibrillation. She has gone before 1 year ago ablation of atrial flutter, typical atrial flutter, and it was successful. And after that, the palpitations occurred. It comes every now and then. She tried a medical therapy, retinoin, cordarone, and it was difficult for her to continue on it because she entered into frequent attacks of dizziness that was described by the decreased heart rate. We began here the procedure. We entered six French sheaths on the right side and two sheaths on the left side. We entered with the HIS catheter, quadripolar catheter in the HIS position, and a deflectable decapolar catheter in the coronary sinus. And we'll begin now the transseptal to go into the left atrium. Dr. Omar. Okay. Samani. Yes. طيب ممكن لو سمحت يعني تقدم نفسك وبعد كده تقدم العين بالراحه كده في ثلاث سطور او ثلاث كلمات ونشوف ايه البلان بتاعتك في الحاله دي. يا عمر حاتم معاك الدكتور جمال شعبان. عايز اكتب
I'm Omar Hatem, assistant lecturer at cardiology department and the EP fellow. The patient is 66 years, paroxysmal AF. She had a history of atrial flutter ablation 1 year ago. كيف بتكسر عملها 3D mapping guided الفلاتر ولا no, كان conventional؟ no, conventional. ماشي دكتوره ميرفت احنا شايفينك ممكن تتكلمي عايزه تقي سامعين تتكلمي دي ال السامعين المايك المايك ايوه سلم كده الراي هنا في الاوضه الفيليب علي صوتك بس شويه عشان برحب برحب بجميع الشباب اللي مع حضرتك وبرحب بك رئيس شعبه كارديوفيزيولوجيه القلب احنا هنا في جامعه عين شمس المريضه 60 كام 66 years old female patient hypertensive and she few years ago she underwent atrial flutter كان عندها clockwise counter clockwise isthmus dependent atrial flutter عملت convention ablation للatrial flutter كان successful بعد كده جالها recurrent atrial fibrillation which was resistant to medical treatment وكان الاختيار هو الابليشن البيشنت underwent general anesthesia puncture زي ما عمر كان بيقول في 2 من الناحيه اليمين و2 من ناحيه من femoral vein on the right side on the left side و دكتوره رانيا داخله دلوقتي باللونج شيز الكوري ساينس لسه رانيا هي في الان متهيألي دكتوره رانيا هتكمل معاكم وانا هبقى بكتب معاكم بنشكر دكتوره ميرفت دكتوره رانيا ايوه دكتور جمال احنا دلوقتي داخلين باللونج شيز انتو ذا رايت اتريوم وهنخش بيه انتو في الليفت سبير اس بي سي ليفت سبليفيان فين الواير الاقساط اللي انت حطاها حتى كرونري كاثيتر حاطين من البنكتشر فيمورال فين بنكتشر في الناحيه الشمال حاطين كرونري بولر كاثيتر انتو ذا كرونري ساينس وكوادري بولر كاثيتر انتو ذا هيس واحنا عاده بنبتدي كده علشان ذيس ار ار لاند ماركس ديورينج ترانسبتال بنكتشر تمام عبال ما رانيا تحط انا احب اوريكم الاي سي جي ذيس از ذا اي سي جي اوف ذا بيشنت وهي في الاتر فيبريليشن في الباروكسيزم رايحه جايه بيه في الاوت بيشنت كلينيك This is her atrial fibrillation في كورس اتريال اكتيفيتي كده يعني تمام This is her own sinus rhythm with the atrial premature زي ما احنا شايفين في الحته دي She is today in sinus rhythm She is in normal sinus rhythm تمام الليفت اتريوم كام يا عمر 37 ليفت اتريوم فهي يعني حاله كويسه مفيش طيب العيانه دي حضرتك ما فكرناش نعمل ان اكسكلود كرونري ارت ديزيز الاول هي اباف 60 شي اندروينت سام اوف ذا انفستيجيشنز في خلال نورمال مالتي سلايستي فعلا ماشي تمام احنا بنحب برضو ان احنا زي ما حضرتك عارف ان يبقى كل بيشنت فولي انفستيجيتد عشان ما يبقاش فيه يعني حاجات مفاجئات طب السي تي باين البالمونري فين اناتومي عملت سي تي بالمونري فين وليفت اتريوم لا عملتش ما مش كل البيشنتس بنقدر ان احنا نوفر لهم الخدمه دي ده بيعتمد على الجهاز في اسم الاشعه عندنا فين وبس مش في كريم ماشي نكمل مع الدكتور رانيا دلوقتي احنا بنعمل فلاش للشيس عايزك تشرحي يا دكتوره رانيا السيبتال بانكشر تكنيك يعني اوكي احنا السيبتال بانكشر تكنيك احنا بنبقى جايد طبعا اندر فلورال جايدنس وبيبقى عندنا لاند ماركس معينه الهيس بنستخدمها as a landmark anterior landmark to landmark the aortic root والcoronary sinus بنحطها علشان to mark posteriorly the mitral annulus وليه المفروض الجايدنس بتاعنا we do our transseptal puncture in two views we have to make sure that we are in the optimum position in RAO view and LAO view واحنا شغالين هشرح ازاي we position our catheter correctly دلوقتي احنا داخلين بالنيدل انسايد بتعملي 1 سيبتال بنكشر ولا 2 سيبتال بنكشر 2 سيبتال بنكشر 2 سيبتال بنكشر 1 فور ذا لاست 2 اند ذا اذر فور ذا ابليشن كاثيتر ذا كارتو كاثيتر تمام ماشي بارين دي النيدل دي النيدل داخله وفي الستايت هشيله دلوقتي وبعدين بنخش نبقى فيري كلوز تو قربوا لي الشاشه عايزين نشوف الفلورو الفلورو لو سمحت فلورو وبنقرب النيدل قريب من التب بتاعه الشيث حكيم انزل معايا قريبه من التب اوف ذا شيث اوكي انا عاده بنزل اعدلي الهيس بس الهيس حطها في مكانها لان الهيس مش في مكانها حسام
انا ما عنديش حاجه على الفروكه، انا مش شايفه انتراكاردياك. هعدل الهيس الاول قبل ما ننزل بالترانسبتال بانكتشر. ظبط الهيس، لازم الهيس تبقى متظبطه كويس. اه والانتراكاردياك مش مخططين، مش معقول يعني. الفلوروسكوبك فيو اللي بتحبي تبداي بيه ايه بقى في ال؟ لما باجي انزل بالنيدل عاده بحب انزل في بي اي فيو، بس عاده ممكن برضو ننزل في الار اي او فيو، بس اي هاف تو ميك شور ذات ماي لاند ماركس ار اوكي. عايزه سيجنال من الهيس. ايه الفاليو اوف هيس كاثيتر في سيبتوستومي؟ هي بتبقى لاند مارك للاورتيك روت، يعني انتيرو لاند مارك علشان اقدر اعمل لاند مارك للاورتيك روت. ما بتحبيش تحطي مثلا ميكتل كاثيتر فيمورال ارتيريال كاثيتر تعلم لك عاده في البالون مايترال دي دو ذات، ان هم يحطوا بيكتل كاثيتر ان ذا اورتيك روت، بس احنا بنستعيد، احنا كالكتروفيسيولوجي بنستعيد على البيكتل بالهيس، لان الهيس بتبقى جاست اندر ذا اورتيك روت في البوزيشن بتاعها، سو وي كان مارك ذا اورتيك روت ذات واي. فالالكتروفيسيولوجيست يوجوالي دو ات ديفرنت فروم ذا انترفنشنست. ما لا دول الترانسوجيال ايكو ما بتستخدموش في الاي بي لاب؟ ايه تي التي اي ممكن احيانا بنستخدمه بس احنا عاده في الوقت الحالي مش بنحتاجه قوي. في الاول when we started our practice we used to do it for more confirmation علشان more يعني more satisfactory ان حضر انك تشوف اكتر النيدل على السبتم and you're tenting the septum and you're in the optimum position. It can be it can add طبعا more information and more security to the operator. ال anticoagulation بروتوكول بتاعك في الـ في الابليشن وبيتري فايبريليشن عندك الاي سي تي بعد ما بنعمل الترانسبتال بانكتشر بندي على طول للعيان 10000 وحده هيبرين في الكانيولا او ان ذا فورم اوف 100 انترناشونال بير كيلوغرام، وبعد كده بنعمل اي سي تي وير جايدد باي ذا اي سي تي، والاي سي تي بنعمله كل 20 مينتس اند ات هاز تو بي بتوين 250 تو 350. العيانه دي ما كانتش ماشيه على انتيكواجوليشن قبل البروسيدجر؟ لا ما كانتش ماشيه، ما كانتش ماشيه على انتيكواجوليشن لانها متهيألي ما كانت لو ريسك مش هاي ريسك اكوردنج تو ذا شات سكور. الهيس عايزاها توصل اوكي لو سمحت عشان عايزه ابتدي اعمل ترانسبتر. ما هي مش واصله عندي. طب ما يا ريت توصل. معلش احنا عندنا بس مشكله في التوصيلات دلوقتي لان حسام كان عندكم بيدي محاضره عشان كده الدنيا اتلخبطت. طيب العيانه دي ممكن لو فكرنا في البافوسولوجي بتاعها، هل هي اتريال فلاتر ديجنريتد انتو اتريال فايبريليشن ولا كان عندها تو ميكانيزمز من الاول؟ اي ثينك يا دكتور جمال اعتقد دي ار تو ديفرنت ميكانيزم. طبعا حضرتك عارف فروم ذا ليتريتشر ممكن الاثنين دي كان كوينسايد توجذر، يعني ممكن عيان يبقى عنده تيبيكال كاونتر كلوك وايز فلاتر ويبقى ات ذا سيم تايم عنده اتريال فايبريليشن، بس ميكانيستيكلي دي ار اي ثينك ان هما دي ار ديفرنت. حسام دلوقتي احنا بنعدل البوزيشن بتاع الهيس، لو الكاميرا بس تبين لنا ان على الانتراكاردياك على الانتراكاردياك لو سمحت على الشاشه عشان يبان ان الكورونري ساينس اتوصلت والهيس في مكانها. ممكن نكبر واحد واثنين هيس نكبر الهيس. ادي الهيس ريكوردينج حضرتك شايفه يا دكتور جمال؟ لا مش باين لسه. هيظهر لحضرتك دلوقتي ان شاء الله. هو مش جايب الشاشه هو هيجيبها دلوقتي. ممكن نكبر الهيس نكبر بس الهيس واحد واثنين. طيب ممكن محمود تطلع معايا فوق وادي العيان اوكي بدات تظهر ابتدت تظهر حضرتك دلوقتي دي الزهره والكورونري ساينس في مكانها بالظبط. فدلوقتي هنبتدي ننزل بالترانسبتال بانكتشر تمام. عايزين الفلورو بقى بعد اذنك ممكن فلورو لو سمحت كده
انا يعني نزلت المفروض بنزل سموثلي لغايه ما بحس ان النيدل بت بتنط نطتين دبنج. ايوه دب. وبعد كده تجيب ار او عشان نتاكد من البوزيشن بتاعها. المفروض في الار او الشيث بتاعي والنيدل عن اذنك يا احمد just behind the hiss يعني just posterior to the hiss ما يبقاش posterior قوي. العلامه بتاعه بتاعه النيدل تبقى عند من الساعه 4 للساعه 5 او الساعه 6 accordingly. فانا ببقى just behind the axis بتاع الهيس عشان ابقى ادى السبتم. طيب والموفمنت بتاعتها وال بحس ولازم ابقى حاسه انها ولما if I push against the septum احس البولسيشنز بتاعه السبتم. في ال او بقى ال او لو سمحت طبعا في ال او لازم ابقى ما بين الكورونري ساينس كاثيتر وما بين الهيس كاثيتر as I'm here. When I push, I can feel the pulsations of the septum. Okay, صبغة. ونحن صبغة دلوقتي في النيدل عشان نشوف إحنا تنتين السبتم ولا لا. ما تزقش النيدل. أيوة دلوقتي باين الصبغة حضرتك إن إحنا we are tenting the septum. أيوة باين قوي كده the septum is tented. فهبتدي انا I'm pushing already with the sheath وبعد كده I will move with the needle. انا عديت انت عديتي كده ايوه عديت خلاص وهسحب النيدل واسيب الدايليتور انسايد. اوكي فلاش هو النيدل تتسحب سنه صغيره عشان برضو بتدي سبورت عشان الشيث يعدي يعني لو سحبتها كلها لو سحبتها كلها ممكن يطلع تاني فلازم تفضل التب بتاعتها تدخل جوه بس بدخل الدايليتور شويه انسايد واسحب النيدل بره خالص واخش بالواير جايد واير الواير كويس كاوبشن حلو بخش بالواير هي طبعا التكنيك فروم ديفرنت اوبريتورز بتبقى بالزبط. مختلفه لا بس الواير دي طريقه كويسه على اساس هياكد لك فعلا انت ما بتحبيش تحقني ونشوف كده فري فلو ممكن طبعا احقن بعد اذنكم سوا احقن لحضرتك نتاكد ان احنا في الليفت اتريوم. بسم الله الرحمن الرحيم حلو قوي جميل تمام اوكي الواير ماشي برين جاهز ولا لا طلع الارمز هو طبعا فايده الواير ان هو لو راح دايركتري على ليفت سوبيريور بالمونري فين بياكد لي ان المكان ده اوبتيمم المكان ده يبقى اوبتيمم لان ساعات الواحد بيفرح انه عمل بانكشر وبيلاقيها فيري لود يبقى المانيبيليشن صعب جدا يعني لا واحيانا كمان حضرتك لما بتيجي تبوش الشيث بيبقى فيه ديفيكولتي لان السبتم ثيك فعلشان تبقى سيكيورد كده الواير بيدخل كده دخل بالمري بين لا كده خلاص لا لسه كده ثانيه واحده الواير اي ثينك انا دلوقتي في البالمري بين ايوه علشان هو اوتسايد ذا سيلويت اوف ذا هارت وابتدي بقى دخل زي ما بقول لحضرتك احيانا دخول الشيث بيبقى صعب لان السبتم بيبقى فيك شويه فانا بحب التكنيك ان انا ادخل الواير في الفين علشان ابقى مرتاحه وانا بزق الشيث صح خلاص كده عديت كده عديت I'm inside the left superior pulmonary vein بالشيث هسحب الدايليتور والواير وابتدي اعمل فلاش للشيث بتاعي لازم طبعا الشيثات بتاعتي في الليفت سيستم تبقى under continuous hyperionized flush طلعت الاير يلا لسه افتح عايزه اجيبنا في اي اير we have to make sure in our flush ما فيهوش اي اير بسم الله الرحمن الرحيم اوكي والهيبرين لسه هندي الهيبرين بعد السكند ترانسبتوم اللاسو لو سمحت يا حسام دلوقتي هندخل في الشيث اللاسو كاثيتر وبعد كده نعمل السكند ترانسبتوم ان شاء الله وندي الهيبرين الليفت اتريال سايز بتاع العينه دي كام 37 مليمتر ده يعني سمول كويس قوي ده تيبيكال فور ان شاء الله ان شاء الله طيب بتحبي تعملي بالمونري فينس انجيوجرافي ولا على طول هتدخلي باللاس وبالكارتو على طول والله زمان كنا بنعمل دلوقتي بعد ما حضرتك بتعمل الكارتو ماب وتعمل فامينج اي فيلت ان وي دونت نيد ات يعني وي دونت نيد تو دو بالمونري فينس انجيوجرافي في واحدة ثانية؟ دي هتقرفني شوية، طيب ماشي مش مشكلة، ندخل. وصلها. احنا الكارتو ابليشن بتاع دوت سمارت تاتش، isn't it؟
عارفه اللاسوكاستور يعني فايدتها ايه دلوقتي في وجود الكارتو؟ مهمه جدا حضرتك. احنا اوكي بنعمل سيركمفرنشال بتاع دوت ابديشن, بس احنا عايزه اقول له we have to verify ان احنا we did complete isolation of the veins electrically. فدايما بنبقى محتاجين اللاسو inside the pulmonary vein علشان نتاكد ان احنا we did complete isolation we to verify inlet and exit block. بعد اذنكم عرفه, ما انا مش شايفه وصلني اللاسو. طيب يلا عشان نعمل second transeptal اللاسو in J J curve here one curve only directional. دلوقتي هندخل الواير علشان نعمل السكند ترانسبتال. في بعض الناس بره بيدخل التو وايرز عن طريق وان بانكشر يعني بيحاول احيانا علشان تو سيف ذم سيلف انذر ترانسبتال بانكشر, ولو كان البانكشر از ديفيكولت يعني ان شاء الله يبقى ميسر. في محمود يورين واير بنطلع بالواير في رايت اتريوم فوق لغايه الاس بي سي, وبعد كده نشيل السمول شيز سنيب. عايز سنيب تيجي نوزع سكتين يستيش عشان نشوف هو داخل ما يبقاش فيه difficulty. افتح الجي كيرف يلا يلا الشيت الجنرال انستيزيا. ده البروتوكول بتاعك في كل حالات الاتريال فيبريليشن ولا في كل ال complex arrhythmias؟ في الاتريال فيبريليشن سبيسيفيكلي. يعني احنا كنا الاول بنشتغل بكونشس سيديشن, واكتشفنا ان اتس فيري ديفيكولت تو بروسيد ان اتريال فيبريليشن يوزنج كونشس سيديشن, لان العيان ايفنتشلي لازم هيتحرك فهيبوظ لي الماب. فجنرال انستيزيا واز ذا بيست ثينج تو دو, ان احنا علشان تو كيپ ذا بيشنت ستيل وعلشان نكيپ ذا ماب ان تشينج, و it's easy for the patient and for us. يعني بتخلينا at ease to work at ease. والعيان بيبقى monitored وال fluid input and output بيبقى monitored by anesthesiologist. واحنا we have very expert anesthesiologists here in عين شمس, they make our life easier. دكتور احمد تاج من قناة السويس عايز يسألك سؤال. اتفضل يا دكتور احمد. دوراني زي حضرتك. ازيك يا دكتور احمد؟ ان شاء الله. حضرتك لو البيشنت كلينيكال سيناريو مختلف شويه, لو هي ان هارت فيلير, وود ات بي يور تشويس تو دو جنرال انستيزيا اور ذس وود بي ديفرنت؟ والله ان هارت فيلير او اي داوت ان انا هعمل لها ايه فابليشن اصلا. يعني رغم انه احد انديكيشنز يعني, بس انيوي. انما لو هي ان هارت فيلير وي الانستيزيولوجيست موافق ينيمها, هنيمها. اوكي سو ذس ويل بي يور تشويس از ويل. يس جنرال انستيزيا. يس شكرا. عايزه ارتي, مش ما دخلناش الاثر, لسه هنعمل ترانسبت. عايزه ارتي. عايزين الفلورو كده نشوف النيدل. حاضر. بتحب تعملي ريشيبنج اوف ذا نيدل بيفور؟ بالذات لو كان بي ار كي زيرو بحب دايما انها تبقى مور كيرف, لان المور ايديال اللي هي البي ار كي 1 اللي بيبقى مور كيرفد مور كيرفد, علشان اللي هي البي ار كي 0 عاده بتتزحلق على السبتم. السكند سيبتال بنكشر هتبقى اباف ولا بيلو الفيرست اللي انت عملتيها؟ انا متهيألي الفيرست ده كان شويه لو فهخليها فوقيها. بالظبط كده, انا رايي كده. في مشكله في البتاع ده. عايزه اغطي ادخل الدايليتور الاول. احنا وي ار فيسينج سم ديفيكولتي في السبكتينيس تيشو, شوف هندخل الدايليتور الاول نوسع وبعدين ندخل. هات الدايليتور ده. يعني لو في difficulty في اللوكال اكسس
ممكن تعملي اللي هي الدبل وايرنج على الديليتور او على الشيس, تدخلي واير تاني وتوسعي في السبتم وخلاص, وما فيش داعي للسكند بانكشر طالما مشيت كويس الاولانيه يعني. خلي ده يعني خلي ده الاوبشن الثاني بالنسبه لك لو كان في مشكله تحت الزحمه, الدنيا زحمه قوي يعني. بس برضه حضرتك هتضطر تدخلي, بس هتبقى يعني اسهل شويه لو انت في المكان الاولاني وسعتيه وخلاص يعني. يلا دخل. طب مش ممكن تعملي هتبقى وان سيبتال بانكشر وتعملي لسو وترجعي تعملي بيها يعني فيريفيكيشن وبايزوليشن بعد الابليشن تبقى وان بانكشر؟ في ناس كتير بتعمل الحكايه. انا بعمل كده يعني, انا كيبت سيمبل يعني از يو كان, متهيألي بتسهل لان انا في حالات الاف اف دي الواحد ما بيصدق ان هو يطلع يعمل وان سنجل يطلع سليم يطلع سليم يطلع سليم لكن ربنا يسهل يا مسهل يا رب. في مشكله انا بعمل ما هو الواير الواير طلع اصلا في الفيميلز هتلاقي الفيمور اللي بين البنكتشر تاني الواير طلع وعملت فيرست سيبتال بنكتشر وبتحاول تعمل الثانيه في مشكله في في مشكله في جندي جندي بسرعه يا عمر عشان احنا ما اديناش هيبر. الحمد لله يلا بنشر بسرعه يا جهاد طويل 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 عايز شيء ثاني في شيء ثاني ايه شرقني دكتورة رانيا ايوه ايه الاخبار دلوقتي؟ احنا بس بنجيب بونكتشر تاني علشان الواير اتحرك. طيب احنا هنعمل ليكشر احمد يحيى يقدم محاضره ونرجع لك بعد ما تعملي البنكتشر الثانيه. انا اللي اقدمك يا احمد ياش. بجد والله؟ كم منين؟ عيان مصري ولا ايه؟ مصري. اعمل لك استنى ال ارستد فرحت جاري عليه عملت بروسيشن. صح يا احمد. طب كيف بتفكرني؟ هو مش ماشي كويس. بعد ساعة يا رب صح. وسمتي؟ وسمتي؟ ليه في الكونفرنس؟ ايه هنا؟ احمد يحيى رمضان مدرس في عين شمس, هو اخويا الصغير يعني بحبه جدا, هو هيبقى من الناس الواعدين في مجال الاكسسولوجي, هو شاطر في كل حاجه بس هو يعني يركز شويه في الاي بي. اتكلم على الاتريال فيبريليشن من ناحيتي بقى يا احمد, ما حضرتك بقى الاسبكتس ايه كل حاجه اوفر فيو يعني بيزكس فور ابليشن. طيب ماشي اتفضل. ممكن تقفلوا لي المايك دوت عشان الصوت اكيد رايح له. ممكن تقفلوا لي المايك عشان نفتحه لما نرجع تاني. بعد كده سامع Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning everybody. Welcome to all our elegant professors attending in the Mirdash today in Shams University Hospital for this workshop. Today we are going to discuss one of the hot topics in 3D mapping and ablation. Silence, please. Okay. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن AF 3D mapping, one of the hot topics in 3D mapping technology in ablation, AF ablation. With the help of our elegant professors, Dr. Mervat Abul Maati, Dr. Jamal Shaaban, Dr. Ahmed Tag, and among others, dear colleagues, we will going to make this discussion more interactive. First of all, AF is the most common sustained cardiac arrhythmia. It's found in 1 to 2% literally of the general population. AF ablation can be defined as being effective in restoring and maintaining sinus rhythm in patients with symptomatic, paroxysmal, persistent, and long-standing persistent AFib. This classification, as we know, AF rhythm can be classified as being paroxysmal, persistent, long-standing persistent, and the chronic AF. Chronic AF is the type of AF in which the physician and the patient are conventionally agreeing that the patient will still be in AF. In general, after failure, الكرونيك في كلام عن الابليشن عنه عن طريق الاجريسيف مانوفرز زي الروف لاين او مع اكسترا مانوفرز في الابليشن غير الكونفنشنال ايزوليشن للبالمونري فينز بيبقى معاه اديشنال مانوفرز. يا ريت حضرتك برضو تكلمنا عنه. اوكي تمام. اوكي حضرتك تقصد بلا تمام تمام. طيب حضرتك تقصد بالاجريسيف ابليشن اوكي كافيه ابليشن يس اوكي. طيب احنا وي ويل كم شورتلي تو ذيس تيرمز. In AF ablation, we shall take into consideration the following. The stage of atrial disease. How advanced is the atrial disease? The AF type, paroxysmal, persistent, or long-standing persistent. Left atrial size, زي ما الدكتور جمال سأل في الحالة اللي فاتت دي اللي احنا شغالين فيها حاليا, left atrial size كام؟ وانبسط لما لقينا left atrial size 37 مليمتر, فده يعني بيزود فرص السكسس. AF history, how aggressive? I think below 45 millimeter أو below 50 كمان ممكن ال AF ablation يبقى successful. أربعة ونص خمسة سنتيمتر left atrial size ده بيزود فرص السكسس. ال AF history برضو بناخده في الاعتبار. How aggressive is the AF in this patient? بيدخل الطوارئ كتير, بياخد DC shocks كتير, ال rate بيجيله سريع قوي, الاتاكس بتجيله اكتر مور فريكوينت. لو عنده اندرلاين كارديوفاسكولار ايلنس تفرق قوي ستراكشرالي نورمال هارت ولا لا, روماتيك هارت ديزيز اور اتس لون اي اف اور ثايرويد ديزيز ريليتد اي اف.
potential treatment alternatives, medical treatment والانتي اريثمكس. بمعنى ان البيشنت مثلا مفضل ان هو ممكن البيشنت ده ممكن يمشي على انتي اريثمكس سيفلي بدون سايد افكتس مثلا سيجنيفيكانت زي الاميودارون. دي برضو بناخدها في اعتبارنا. هل هو مثلا كرونيك ليفر ديزيز عنده لونج فايبروزيس عنده كورنيال ديزيز ممكن حاجه زي ادويه زي الاميودارون ممكن تبقى ديليتيريوس بالنسبه له. والبيشنت بريفرنس طبعا بيدخل في الاعتبار وان كونسيدرنج ا بيشنت فور اي فابليشن. البيشنت داخل في البروسيس اكتيفلي وهو جزء من الديسيجن ميكنج. بالنسبه للريكومنديشنز اوف جايد لاينز عندنا الكاثيتر ابليشن واخد كلاس 1 بالنسبه للسيمتوماتيك باروكسيزمال اي اف وده ريكومندد ان بيشنتس هو هاف سيمتوماتيك ريكورنسز of AF on anti-arrhythmic drug therapy اميودارون درونيدارون فليكينايد بروبافينون سوتالول and who prefer further rhythm control therapy. زي ما الدكتور جمال بيقول اهو دلوقتي ان البيشنت بريفرنس داخله في كلاس 1 indication when performed by an electrophysiologist who has received appropriate training and is performing the procedure in an experienced center. لان learning curve بتاع البروسيجر محتاج وقت. حضرتك ليك كونسنسس في الموضوع ده؟ هو لو انت زي ما انت بتقول عايزين نعمل لو هو فعلا ناوي يعمل بالظبط. كاثيتر ابليشن اوف اي اف شود بي كونسيدرد اس فيرست لاين ثيرابي ان سيلكتد بيشنتس وذ سيمتوماتيك باروكسيزمال اي اف از ان الترناتيف تو انتي اريثميك دراج ثيرابي كونسيدرنج بيشنت تشويس برضو البيشنت بريفرنس داخل والبنفيت والريسك risk benefit balance should be taken into account. هنا خدنا class 2A لان ده هنا first line therapy in selected patients with symptomatic paroxysmal AF. كل ال guidelines هنا بتتكلم على symptomatic AF. ablation of persistent symptomatic AF هنا persistent AF that is refractory to antiarrhythmic therapy should be considered as a treatment option وده واخد class 2A. والكاثيتر ablation of AF may be considered class 2B may be considered in patients with symptomatic long standing persistent AF refractory to antiarrhythmics. فال persistent symptomatic AF class 2A وكمان ال long standing persistent AF refractory to antiarrhythmics واخد class 2B. فعشان كده قلنا ال type of AF بيفرق معانا. وصلت صورة؟ وصلت كده. طيب دلوقتي انت شايف ايه؟ الدكتورة رانيا بتشاور فا سينيوريتا عايزين نشوف كده شفنا شفت كده؟ طب في كاميرا احنا مثبتينها لكم على الـ على الكارتو شايفينها؟ اوعي حسام تمام. هي عملت دلوقتي دبل سيبتال بانكشر ايوه ودخلت اللاسو ودخلت الكارتو كاتيتر ولا لسه؟ رانيا سامعين رانيا؟ لا لسه اتكلم دكتورة رانيا ثانية واحدة افتح لك الميكروفون يا رانيا تعال شوف يا ابني الميكروفون بيتفتح ازاي ده مش بتفضل قاعد لحد ما يتفتح لو سمحت افتح الميكروفون للدكتور رانيا ورينا ازاي كلمي يا رانيا دكتورة رانيا جمال سامعني سامعك عملتي السكند سيبتستومي اقفل ازاي انا سايبها لك فلوتنج قال لي صوتك شويه يا دكتوره رانيا ايوه يا دكتور جمال احنا دلوقتي هنبتدي الماب بس احنا داخلين بسمارت تاتش كاثيتر لازم نعمل لها ري زيروينج وهنعمل ريسبيراتوري تريننج تمام فاحنا وي هاف تو كيپ ذا كاثيتر فلوتنج انسايد ذا ليفت اتريوم صوت عالي قوي سامعيني كده كويس فلوتنج في الرايت في الليفت اتريوم لغايه ما هو يقدر يعمل الريسبيراتوري جيتنج ويعمل الري زيروينج اوف ذا كاثيتر السمارت تاتش كاثيتر از ا فيري فيري نايس كاثيتر تو يوز حقيقي ادز مور انفورميشن دورينج مابينج اند ابليشن ات وركس وذ ذا كونتاكت فورس ان فبتدي لحضرتك indirect information about your contact to the wall. طبعا في بارامترز معينه ان لازم الكونتاكت فورس بتاعتك تبقى ما بين 5 ل 30 جرام
لو اكتر من 30 جرام بيبقى this is extra force. اقل من 5 او اقل حتى من 10، يعني 5 دي برضو مش adequate قوي، بس هم بيعملوا range ما بين 35 جرام. الاقل من 10 برضو it's a poor contact. فده بتديك more information about your contact to the wall و about your ablation lesion. Is it going to be transmural? Is it going to be effective ablation ولا لا؟ فانا when I started to work with it حقيقي لقيت انها it's very important to work with it لانها gives you more information about the contact. With كمان it listens decreases the occurrence of side effects in زي ال perforation او حاجه زي كده. طيب البروتوكول بتاع حضرتك في الحاله ديت دلوقتي دي باروكسيزمال ليفت اتريا من السمول هيبقى بي في جاست بي في اي طبعا بي في ايزوليشن. طيب هتعملي وايد اريا سيركمفرنشال ابليشن؟ يس يس اوكي. هتستارت بالليفت سوبيريور ولا هتمشي ازاي في الماب؟ بالمر فين الاول هنعمل فامينج للليفت اتريوم والبالمر فينز ونرسم ذا هول ليفت اتريوم اند ذن وي ديتيرمين السيركمفرنشال ابليشن بتاعنا ونبتدي نكوي. خلاص يا حسام معانا في المدرج مي رانيا. نعم بنحيي الاستاذه الدكتوره مي حمدي السيد رئيسه القسم. اهلا بحضرتك يا دكتوره مي منورانا. اللي بتشجع الالكتروفيزيولوجي بكل جوارحها عشان انتوا بس يعني تقدروا. الحقيقه انا بحييها لان عملت طفره فعلا في القسم. وجودها معاك. قومي يا عزه قومي لا لسه. طيب اوكي طيب ماشي اوكي. Now I'm trying to go with the ablation catheter inside the one of the left pulmonary veins. أنا دلوقتي غالباً ببقى في الأبندج. لا. والله it looks like it's in a vein. طبعاً أول ما بيبقى ال contact force عندي عالية بيبتدي يدي ال background بيدي red color علشان this is to alert you. 24 جرام 13 جرام is good contact. Now we're trying to go into one of the pulmonary veins. ده كلام صورها ممكن تتثبت بقى فريز و انت عملتها سي تي؟ حد من الحريف دول عملت سي تي. This is one of the pulmonary veins. Okay. The left pulmonary vein. هنبتدي دلوقتي نعمل الماب. يلا. Okay. عايزين تقليب بين الفلورو والكارتو عشان الناس تشوف. ايوه. استخدامك للفلورو دلوقتي بقى قد ايه يا دكتوره رانيا؟ خليك دايما مركز هنا افندم يا دكتور وجمال. دلوقتي احنا غالبا في الليفت انفير بالمري فين بس انا متهيألي ان هو مش الليفت انفير يعني لسه هنشوف دلوقتي انسايد ات فاحنا وي ار مابينج انسايد اوف ات وبنسحب جرادولي تيل وي جيت ا سيجنال. ممكن تصغر لي اللاستو شويه يا حسام؟ البركه فيكي طبعا الاساس يعني. دلوقتي ابتدينا نجيب سيجنال ف we'll mark this as an ostium. اوكي ostium يا حسام ماشي. بعد كده دلوقتي فلورو مع ال يعني كاميرامان دكتور رانيا ايوه عايزينه يجيب لنا الفلورو مع ال مع الكارتو ماب او ما يجيبش يعني التركيز على ما تركزش علينا احنا ركز على دي مهمه. دلوقتي انت بداتي بالليفت سوبيريور ايوه الليفت انفير وانا دلوقتي هحاول اخش على الليفت سوبيريور. واللاسو فين بقى دلوقتي؟ فلوتنج اللاسو اتس فلوتنج انا هحاول اخش الليفت سوبيريور بعدين ادخلها. احنا ما عملناش سي تي فمش عارفين از ات كومن اوستيام اوستيام ولا لا. طيب السيجنالز اللي احنا شايفينها دي بقى ايه؟ والله السيجنال دي كده احنا في الوو يعني انا متهيألي ان انا انسايد ذا فين يعني بس مش داخله جواه لان السيجنال بتقل. احنا عايزين نشوف فلورو معاكي برضو كده نشوف ال بص تعالى اقف هنا وركز في الاثنين دول ما تغيرش. طب ركز على الفلورو. طيب ماشي ما تركزش معانا احنا ماشي.
الاي سي تي بقى بتتشيك كل قد ايه؟ كل 20 minutes. اخر مره عملتي الساعه كام؟ احنا لسه ما عملناش ولا واحد ولا مره. هنعمل دلوقتي واحد. دلوقتي احنا في الابندج فانا هرسم الابندج. We'll try to take care بقى. اهم حاجه الابندج امبورتنت علشان in order not to perforate وناخد بالنا من الكونتاكت فورس بتاعتنا. هي ميزه السمارت بقى ان هي بتعرفك ان يعني بتديكي الارم على الحتة اللي هي فيها اذا كان في اكسترا فورس ولا لا. Now we're moving very smoothly inside the appendage. She doesn't have a small appendage, it's rather a big one حقيقي. And it's anterior in position. يحاول يدي لون الابندج كده مختلف. الصوره عندنا كلها باينه لون واحد بس جراي كده يعني. فهل هو مدي الالوان منقوله مختلفه ولا دي الالوان اللي حضرتك بتستخدميها؟ This is another vein and I think this is the branch من superior pulmonary vein لانه anterior. لو حضرتك خدت بالك في الليفت lateral it's an anterior vein. It's a tributary من superior I guess. It's very small vein. اعتقد لو رجعنا باكورد على الاوستيوم ممكن مع شويه نحاول نخش فوق ممكن ينط فوق في الليت سويرير. That's why اللاستو ما كانتش راضيه تخش جواه. هنبتدي نسحب بالراحه لسه ما دوسناش الاوستيوم. Now we have signal. في سؤال بيقول بتعرفي ازاي انت بالمونري فين من الاودينس؟ بعرف ان انا pulmonary vein من حاجات كتير قوي في الفلورو في الفلورو. بعرف ان انا لو انا في الليفت pulmonary veins بجيب LAO view بالفلورو. لو انا القسطرة بتاعتي outside the silhouette of the heart يبقى انا inside the pulmonary vein. ثانيا من الانتراكارديك electrogram لما بخش way inside the pulmonary vein I lose intracardiac electrogram. ثالثا من الكارتو بقدر اعرف برضو من الماب left lateral اذا كنت انا في left superior left inferior pulmonary vein. رابع حاجة من الامبيدنس في الابليتور بقدر اعرف ان انا جوه pulmonary vein لان انا لو دخلت جوه pulmonary vein the impedance gets so high. انما لما بقى في left atrium the impedance بتبقى below 150 or something. يعني حاجات في الفلوروسكوبيك حاجات في السيجنال حاجات في الكارتو ماب. This is بقيت السوبير and it's a small vein. اهو انا دخلت جوه الليفت سوبير بقيت الليفت سوبير بالمري فين. احنا مش شايفين السيجنال بتاع قسطرة الكارتو. مش واضح. المفروض في كاميرا على الكارتو. ممكن نكلم يكبر شويه كده شايف شايفينها. احنا دلوقتي يبقى احنا دخلنا في الليفت سوبير في برانشين. A superior branch and an inferior branch of the left superior. ولو احنا ركزنا قوي في الليفت لاترال حضرتك في الفيو ده هتلاقي ان قسطره الابليشن بتاعتي جوه السوبيريور تريبيوتري اوف ذا ليفت سوبيريور بالمري فين. ولو حسام يلف لنا الصوره بتاعت الليفت لاترال اللي على الليفت سايد دوت كده انتيرير. ولو رجعنا تاني ليفت لاترال يا حسام يبقى ورا بوستيرير. So احنا دلوقتي الاسطرة الابليشن بتاعتي is an anterior orientation يبقى this is most probably the left superior pulmonary vein او tributary of the left superior pulmonary vein. انما الفين اللي انا كنت فيه قبل كده ورا ده left inferior pulmonary vein يبقى انا I succeeded in going inside the two veins لان عادة الinferior veins they have more posterior orientation compared to the superior veins. دلوقتي هنحاول نجيب الاوستيوم بتاع left superior. البرانش اللي كان في النص ده كان ايه؟ ده برانش ده تريبيوتري من السوبيرير. من السوبيرير. لانه انتير كمان ان بوزيشن. عشان كده اللسو ما كانتش راضيه تخش جواه لان هو مارك اوستيوم خلاص. دلوقتي بقى بي اي يا حوت محمود هنموف تو ذا رايت بالمري. انا دايما بحب اجيب البالمري فينز الاول وبعد كده اجيب الروف اند ذا ريست اوف ذا ليفت اتريوم. يس. We move ايوه كده الدخول الرايت بالمري فينز بيبقى احيانا ايزير عن الانفير عن الليفت سوري. ده احنا في لما باجي بقى اخش بقى في الرايت بالمري فينز بيجيب لي على الناحيه الثانيه رايت لاترال عشان اقدر اعرف الانتيرور بتاعي من البوستيرور. الانتيرور بتاعنا اون ذا رايت سايد اند بوستيرور بتاعنا على الليفت سايد. وبيجيب لي على الفيو الثاني اي بي او بي اي.
فانا دلوقتي في اللفت سوبير في الرايت سوبير بالمري فين واي انسايد ذا فين، ولو بصينا في الانتراكاردييك هنلاقي ان الابليشن كاثيتر مش جايبه ريكوردنج خالص، ده معناه ان انا واي انسايد ذا فين، والامبيدنس بتاعتي على الابليتور 240، يبقى انا ام شور ذات شور ان انا انسايد ذا رايت سوبير بالمري فين. رايت سوبير بالمري فين اي موف انسايد ات عشان احاول اجيب ذا هول سيركمفرنس. It's a rather small vein. It's not a big one. لا يعني it's a big one. And I move inside it. وغالبا في tributary منه تاني اهو. It's a branch. في حد من الاودينس عايز يعرف تاني الارقام بتاعت الكونتاكت فورس دي؟ يبقى بسحب عشان اجيب الاوستيوم. النومينال فاليوز الاوبتيمم كونتاكت فورس بالنسبه للاماكن المختلفه. اوكي. سامعيني دكتورة رانيا؟ ايوه فندم. بحضرتك بتسال بتقول ايه؟ عايزين يعرفوا السمارت تاتش الارقام بتاعتها الاوبتيمم. المفروض الرينج بتاعي ما بين 5 ل 30 جرام، ده المفروض اللي انا ابقى ما بينه. الاكتر من 30 جرام يبقى انا ام اكزرتين اكسسيف فورس. انما الاقل من المفروض الاقل من 5 is very less force، بس المفروض علشان for ablation لازم الكونتاكت فورس بتاعتك تبقى فوق 12 15 عشان تقول انك عامل كونتاكت كويس. 5 is not good برضو، بس it's the range you go through it. وطبعا اول ما القسطره بتاعتك to move outside the range اكتر من الرينج بيبتدي يديك alarm ان السهم اللي على القسطره دوت بي turn into from green to red، والشاشه كمان بتاعت القسطره من ورا it turns red. طيب هو الارقام دي ثابته بالنسبه لكل الارياز ليفت اتريوم ولا الروف غير الفلور غير البوستيريور وول غير المفروض ثابته؟ دلوقتي بنحاول نلوك فور ذا رايت انفير وذا فيري ديفيكولت تو فايند احيانا، بس ان شاء الله نلاقيه. ما هي ممكن ما كنتش دايس على الفلورو دلوقتي. استخدامك للفلورو دلوقتي بقى نسبته قد ايه؟ يعني حضرتك دايس على الفلورو دلوقتي ولا؟ انا دلوقتي دايسه عاده. طب عايزين نشوف الفلورو. فينز انا بخش بالفلورو، انما بعد كده ما طب عايزين نشوف الفلورو دلوقتي. انا اي ثينك ان انا دلوقتي لا انا مش في الايه. It's a mid vein. I'm not in the inferior. هو ساعات اصابهم يبقى رايت انفيريور. رايت انفيريور. وانا كده مش بوستير قوي فدوت غالبا this is an attributary. متعب. احاول احيانا ممكن وحضرتك بتدور عليه تلاقي نفسك بقيت في الرايت سايد. وقف الفم يا حسام. لا انت سكيورد باللاسو يعني على الاقل عندك دي ميزه ان يبقى عندك واحده سبت البنكشر اضافيه يعني حتى لو دي ديسلوجد يبقى عندك واحده ثانيه باك اب يعني. دلوقتي كونتاكت فورس زياده شويه. رايت سوبيريور ثاني. رايت سوبيريور هنحاول بقى ندور على رايت انفير. لازم ابقى دايركتد بوستيريور. احيانا ببقى جايدد انا بشويه الكارتو. انا كده موفد انتير. لا انا عايزه موف بوستيريور. راحت على الليفت سايد على الميترال انيولس. كل مرة لما بتقابلني صعوبة في الرايت انفير اقول لازم اعمل مانسلا سي تي للبلماري قبل ال وبعد كده برضو ما اعملش وارجع تانية. احنا المفروض الروتين دي بنعمل بس بيسهل الدنيا. ده الميد فين احيانا بيبقى احنا ممكن نكمل الماب ونشوفه بعدين. بالظبط كده خليه بعدين بقى. طيب لما نيجي نكمل الماب بقى هنعمل اي بي يو بي. اوكي دلوقتي احيانا ما بستخدمش الفلورو لما اجي اعمل الماب بتاعتي. عايز حضرتك تشرحي الفام بتعملي في ايه دلوقتي؟ دلوقتي بحاول اكمل بقيه الانتيريو وول والبوستيريو وول وذا ليفت اتريوم. احنا دلوقتي على الروف الكونتاكت فورس دي معقوله. ده كده احنا انتير كله سيجنال اتريوم. دكتورة ميرفت عايزه تسالك على حاجه. ايوه انا لا لسه. ازيك يا رانيا؟ ايوه دكتورة ميرفت ازي حضرتك. الالوان بس مش باينه عندنا. انهي الوان؟ لا هي في الارسال بس الشاب بتاع الارسال كله جراي. انت مين؟ واصله من عندهم كده.
لا هي الالوان بين اللون اللبني واللون الاخضر بتاع الاسطرة، هل ممكن نحسن الالوان بس شويه؟ هيبقى على المخرج بقى متهيألي. لا ما هي هي دي فام، مش هتبقى غير رمادي. اه هتبقى رمادي بس انا كده احنا على لا ما عملتش ما عمل هي عم انت شغاله فام يا رانيا صح؟ انا شغاله فام. شغاله فام هي رشوه. اي دونت كات اوت الفينز قوي واعمل ما بعملش ما بنعملش احنا الالوان ما بحبش اعملها. شفتيش بتاعي بس ممكن حسام بعد ما نخلص يلونها، ودي طبعا هتبقى حاجه لطيفه بالنسبه لحسام ان هو بيحب قوي كده. انا بحرمه من هذا البريفيليج وهو دلوقتي هي جات ات. انت حاليا فين؟ انا دلوقتي ناحيه الروف. ايوه احنا غالبا يعني وي اولموست كومبليتد ذا انتيرير وول. حاول احنا ناقصنا بس تو ذا رايت. اوكي لا الريدج في الاخر بقى مش اوكي. والريدج معمول حلو على فكره مش هيحتاج. طيب اوكي لا ارجع لي اي بي تاني. عايزين نعمل الانتيرير وول ناحيه ال يعني بس انا بس بميك شور ان الشيز بتاعي جوه الليفت اتريوم. اه كده في هاي كونتاكت فورس فهسحب الاسطره شويه. بالظبط كونتاكت فورس كده احنا جوه الرايت سوبيرير فهنتني الاسطره انسايد ذا انتير وول علشان نكمل بقيه الانتير وول ان ريليشن تو ذا رايت بالمري فين. ماشي اوكي كده هاي فورس برضو. كده ما زلتي بتدوري على ال بكمل بقيه الانتيرو وهبتدي بعد كده ادور على ال رايت انتيرير. يو ار ساتيسفايد بالابندج كده ولا هتكملي بقى؟ هكمل واحاول تو موديفايد يعني وان ذا ريدج. دلوقتي بقى هموف بوستيرو ذا بوستيرو وول. البوستيرو وول از نوت كبر لي الماب شويه يا حسام. از نوت ساتيسفاكتوري. دلوقتي احنا الاسطره بتاعتنا دايركتد بوستيريرلي into the posterior wall. Okay. حاول بس اعمل لوب. Now we're at the annulus. في حد بيمونيتور الهيمودينامكس او الاوكسيمتري ال اي سي تي فين؟ الدكتور تخدير از ريسبونسبل فور ذا بيشنت فروم ذس سايد. اي ثينك ام انسايد سمثينج فين تقريبا الرايت انفير. ذس از ذا رايت انفير بالمري فين.